رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وحمرنا مع بعض شويه من البصل قدامكم اهم، وكمان عندنا هنا الكلاماري في الزيت اهو. الكلاماري شكله مختلف شويه، في نفس العجينه اللي احنا عملناها بس التتبيله كمان، ده ملح وفلفل فقط. اما الكلاماري كان واخد ثوم وعصير ليمون وشويه ملح وشويه كمون في التتبيل. تعالوا بقى نشوف بقى كده، بعد هنستنى على ده يتحمر، وعشان الوقت بس ناخد معانا. شايفين البصل عامل الحلقات ازاي، مقرمشه ازاي؟ لو انا هضغط عليها تسمعوا التكه القرمشه اللي فيها يعني، وده الهدف من العجينه الجديده دي، تجربوها هتعجبكم جدا. تعالوا مع بعض يا سعد نقول على طبقنا الثاني. طبقنا الثاني سهل جدا وان شاء الله يعجبكم. عندنا كان جالنا سؤال مش فاكر الاسبوع اللي فات او اللي قبليه عن الملوخيه الناشفه مع السلق. طبعا جبناها بتفاصيلها، ولكن انا مش هعملها ملوخيه ناشفه مع سلق بس، ده انا هعملها ملوخيه ناشفه مع السلق بالجمبري. طبعا جديده خالص الملوخيه الناشفه بالجمبري، يعني كلنا خدنا او كلنا الملوخيه الخضراء بالجمبري، فعشان كده النهارده هنعمل ملوخيه ناشفه بالجمبري. واللي ما يعرفش اسم الاصلي للملوخيه الناشفه، هي بتسمى الشلولو. وبالمناسبه الشلولو يعني ان كان عارفين اخواننا المسيحيين وخصوصا الرهبان اللي قاعدين في الاديره، في الاديره ايام الصيام ما كانوش بيلاقوا حاجات كتير قوي ياكلوها صيامي، فبيسرعوا حواليهم ملوخيه فبتنشف. اما بتنشف بياخدوها بقى يفرموها او ينعموها خالص، وبعد كده يعملوها مع ميه بس، يعني بصلايه وشويه زيت وشويه ميه، وكانوا بياكلوها بالعيش الناشف. وطبعا هم دلوقتي صايمين فاطرين، اسامه فطر اهوت وهياكل الجمبري معانا. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الملوخيه الناشفه بالجمبري والسلق. عندي ربع كيلو من الملوخيه الناشفه، وطبعا امهاتنا الجمال بيقولوا عليها متكرمه. يعني ايه متكرمه؟ يعني بينعموها خالص وبعد كده يصفوها بمصفى سلك عشان تبقى ناعمه خالص. عندنا كمان ربع نص كيلو من الجمبري الوسط، وكمان عندنا خمس فصوص ثوم وبصلايه وطماطمايه مبشوره وحزمه سلق مفروم ناعم، وكمان اتنين معلقه كزبره ناشفه، وعندنا كمان معلقه من عصير الليمون، وهنقدمها مع رز ابيض. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها كويس قوي. ادي الملوخيه اهي، عايز اوريكم شكلها يعني ايه ننعمها زي بالشكل اللي انا قلت لكم عليه اهي. شايفين ناعمه خالص اهي. مين معانا يا استاذه فرح؟ ايوه اهلا بحضرتك. اتفضلي سامعك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه من فضلك كنت عايزه اعرف طريقه الكيك. اللي ايه يا حبيبتي؟ كنت عايزه اعرف طريقه الكيك. الكيك حاضر من عينيا، حاضر هقول لك على الكيك وان شاء الله هنجاوب، بس بعد ما نخلص موضوع الملوخيه ده. انا عندي كوبايتين من المرق، هنحطهم كده في الكزرونه بتاعتنا، وبعدين عندي هنا حوالي نص كيلو الجمبري. تعالى شيل بقى ده يا سعد عشان ينشف في الزيت. هنجيب طاسه صغيره هنا، وناخد ايه، احنا طبعا عايزين نغلي المرق، اول ما هيغلي هخليه على جنب. تعالوا بقى نعمل التفاصيل الكامله، التفاصيل الكامله بتاعه الملوخيه. هناخد كزرونه نحطها على النار، بعدين نحط معلقتين زيت صغيرين، وبعدين هنجيب البصلايه بتاعتنا المبشوره نحطها عليها ونسيبها لما يدبل شويه صغيرين، واحنا مع بعض بالتفاصيل. في الطاسه الثانيه بقى هناخد ايه، عصير الليمون نحطه مع الجمبري، ونحط معاه شويه ملح وشويه فلفل وفص ثوم مفروم. مين معانا يا استاذه سهى؟ الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليكي. الله يكرمك. كنت عايزه بس اسال سؤالين. اتفضلي. العجينه اللي لسه حضرتك عاملها بس المقدار بتاعها، وامبارح حضرتك عملت حاجه بالسيمولينه، عايزه المقدار بتاعها وطريقتها. بودنج السيمولينه بتاع امبارح، وكان أيوة. عندنا دلوقتي العجينه بتاعت الفرايد اونيون. حاضر حاضر العجينه من عينيا هجاوبك. حاضر. شايفين انا حطيت البصل هنا، بصلايه مفرومه، وبعد ما البصلايه مفرومه حطيتها هنزل عليها بالطماطمايه المبشوره، ونسيبهم مع بعض كده شويه. بعد كده هاخد زي ما قلنا نص كميه الثوم اللي عندي، وفي الطاسه الثانيه هحط برده معلقه زيت
وبعدين نشوح الجمبري ده تشويحة. حطينا الجمبري يتشوح معانا. وفي هنا ما تنسوش ان احنا حاطين ايه؟ بصل وطماطم وكمان ثوم مفروم، بنقلبه كده مع بعضه لغايه ما يبدا يدبل معايا. انا مش عايز اسويه جامد لان انا عايز اخد النكهات دي كلها جوه الملوخيه بتاعت الناشفه. بعد ما حطيت كده هنعمل ايه؟ هنحط السلق اللي انا فرمه اهو، شايفينه؟ اهو يا مدام ماجده. الو يا حضرتك، اهلا بيكي، منور استاذه. ربنا يخليكي يا مدام ماجده، الله يكرمك. ربنا يبارك لنا فيك ان شاء الله. اشكرك. من فضلك كنت عايزه اسال على العجينه اللي حضرتك كنت بتغطي فيها الكريمه دي. حاضر. تاني سؤال يجي لنا عليها هنزلك مقاديرها حالا على الشاشه عشان خاطر تكتبوها. انا عندي كوبايه ونص من الدقيق عليها معلقتين زيت ومعلقه خميره ورشه سكر وشويه ملح وكوبايتين من الميه. هقول تاني، كوبايه ونص دقيق ومعلقتين زيت، كوبايتين ميه ومعلقه خميره ورشه سكر وشويه ملح صغيرين. وبعد ما حطيت كل المقادير على بعضها سبتها اتخمرت شويه وخدتها اشتغلت بيها على طول. شايفين ده ده شكل البصل مع الثوم مع السلق مع شويه زيت والطماطم المبشوره. وبعدين هاخد عليه معلقه من الكزبره الناعمه. واحنا عايزين نبقى كده مركزين في مقادير بتاعه الملوخيه دي عشان تطلع معانا ملوخيه بالطعم والنكهه المطلوبه. وهنا الجمبري بدا يخش في التسويه. انا عايز اسويه هنا قبل ما ادخله على الملوخيه. بعد كده هحط هنا المرق بتاعنا ونسيبه يغلي معاه. اول ما هيغلي المرق هنزل عليه بالملوخيه الناشفه ونسيبها لما تستوي. وبعد كده نجيب نعمل الطشه مع بعض. يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ يسري، اهلا بحضرتك. تسلم ايدك. ومتشكرين قوي على اجابتك امبارح على اللحمه البارده والله، وقناه الحياه دي قناه محترمه. ربنا يخليك، ده من ذوقك. ربنا يكرمك يا استاذ احمد. منور الحياه. واحنا فعلا زي ما بيقولوا كده، احنا مش بنشوفها وبس، احنا بنعيشها. الله يخليك يا حبيبي، ربنا إن شاء الله يكرمك. النهارده نعرف بقى الاكله اللي هي المقلوبه بعد اذنك. حاضر من عينيا، هقول لك على المقلوبه. حاضر عينيا. حاضر. بشكرك يا استاذ احمد على اتصالك. استاذ احمد تقريبا من الناس المحبي المطبخ، وده من اصدقاء البرنامج، وطبعا احنا بنشكره على اهتمامه بالبرنامج وكمان على اتصالاته. احنا كده زي ما انتم شايفين شكل المكونات دي. تاني معلقه زيت، حطيت عليها بصلايه مبشوره، وبعد ما اتحطيت البصلايه المبشوره حطيت طماطمايه مبشوره، يعني ما فيهاش لا بذر ولا جلد. وبعد كده حطيت معلقتين او قصدي فصين من الثوم المفروم، وحطيت معلقه كزبره، ونزلت عليها بالسلق بتاعي اللي انا فرمه ناعم بالشكل اللي انتم شايفينه. واول ما هيغلي مع بعضه كده اهو، بيغلي اهو، شايفين بدا يغلي. هنزل عليه بايه؟ بالملوخيه الناشفه، ونقلب مع بعض. طريقه مبتكره وجديده وهتعجبكم جدا. كمان هناخد الطعم والنكهه واللون بتاع الملوخيه اللي احنا محتاجينها دلوقتي اهو. شوية مرق صغيرين يا سعد كمان اهو، لو لقيناها سميكة كده زي ما انتم شايفين نديها شوية من المرق اهو. يبقى احنا مع بعض اهو. بعد كده هنعمل لها الطشة بتاعتها اهو. شايفين انا هضيف بقى شوية من المرق عليها ونقلب تاني اهو لغاية ما احس ان هي بدأت تستوي معايا الملوخية اللي انتم شايفينها دي. واضف لها بقى الجمبري اللي انا سلقته ده يغلي معاها غلوه. يا مدام ايمان. ايوه يا ست شكري، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وطيبه. انا والله بشكرك جدا، انا عملت حاجات كتير من اللي حضرتك بتعملها يعني والله، وحاجات حضرتك فعلا اقرب حاجه جميله جدا. ربنا يعني يخليكي، ده من ذوق حضرتك، وطبعا ده فخر لينا والله. ربنا يا رب يخليك يا شيف يسري. يعني عملت كيكه البسبوسه والفخده وحاجات كتير قوي من اللي حضرتك بتعملها. بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا. يا رب يخليك. انا كنت عايزه اسال حضرتك بس على الكاتشب لو سمحت النهارده يا شيف يسري. اللي هي فندم؟ الكاتشب. الكاتشب. حاضر. يا رب يخليك النهارده جاي لك من عينيا. حاضر، هجاوبك عليه ان شاء الله. يعني حاضر، بشكرك على اتصالك وعلى كلامك الجميل. شايفين قوام الملوخيه ولونها؟ لونها كانها خضراء لان السلق مديها اللون اللي احنا قلنا عليه. تعالوا بقى نعمل لها الطشه ونغطيها. وبعد ما نعمل لها الطشه ونغطيها هنعمل ايه؟ اهو هناخد شويه الطشه بتاعتنا اهي زيت، وبعدين هننزل بالثوم والكزبره مع بعض.
مش عايزينه يتحرق، مش عايزين التوم والكزبره تتحرق اهو. شايفين اول ما هيبدا يعمل معايا زي ما بنقول الطشه بتاعتنا تبدا، اه شايفين بصوا هتلون معانا، تلون فقط اهو، وناخد الريحه اللي احنا عايزينها. هات كبشه كده نروح بيها على طول فين؟ على الملوخيه. تعمل كده وبعدين ناخد سيده شويه وننزلهم ونرجعها تاني ونغطي الملوخيه دي لمده ثواني اهو، ونسيبها كده لمده ثواني. مين معانا؟ يا مدام ساميه. الو مساء الخير يا شيخ ياسر. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. من فضلك كنت عايز اسال، العجينه اللي حضرتك عملتها دي ممكن نستخدمها مثلا في القرنبيط او انواع السمك؟ ممكن تستعمل في كل حاجات الفرايد، في كل الحاجات اللي احنا بنقليها ممكن تستعملي العجينه. ممكن نعملها بالسمك زي عم عصام قال، ممكن نعملها في القرنبيط زي حضرتك ما قلتي، ممكن نستعملها في اي اغراض اخرى نحمر بيها مفيش مشكله. ممكن نستعملها مع السوسيس، اصابع السوسيس، بس نديها شويه من الكركم وشويه من البهارات التتبيل، وبعد كده غطسها فيها ونحمرها زي ما تحبوا. هتطلع جميله جدا وهشه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عشان كده عايزين نغرف الرز اهو. حاضر من عينيا، ادي الرز بتاعنا هنغرفه ونغرف جوه الملوخيه. ولكن بعد ما نستأذنكم في فاصل سريع عشان خاطر كده نعمل لكم كمان نوع من الحلويات هيعجبكم جدا، انتظرونا بعد الفاصل عشان نشوف الملوخيه بتاعتنا الناشفه اللي بالجمبري. ودي اول مره حد يعملها بصراحه، يعني ده اختراع يسري، لان انا خدت الفكره من حضراتكم مش اختراع، يعني انا اللي عرفته. عملنا الملوخيه مع السلق والجمبري، خليكم معانا لبعد الفاصل.